في هذه المباراة وكيف وجدت المباراة؟ مساء الخير للجميع، السلام عليكم. نحن كنا جاهزين للمباراة، كنا جاهزين لهذا السيناريو تحديدا، وبكل صراحة سجلنا هدفا خلال اللعب، وبعد ذلك بالتأكيد كان يجب أن نصمد أمام هذا الفريق الجزائري القوي جدا فرديا وجماعيا كذلك. نحن تمكنا من الصمود وأنا فخور جدا بما حققه اللاعبون. أظن بأن الضغط كذلك الذي كان مفروض حاضرين فعلا للموعد، وأنا فخور جدا بما حققنا اللاعبون. وما هو نقاشك للاعبين قبل المباراة؟ أنا عشت ذلك منذ سنتين كذلك مع جوز القمر، وكنت قد أسلت إلى ذلك أن كل شيء ممكن، وتابعنا الخصوم كذلك، وأنا فريقان يمكن أن تترشح في اللحظات الأخيرة، ويجب أن نستغل أي فرصة وأن نؤمن بحضورنا. آمنا حتى النهاية، وهذا فخر كبير، وتحيا موريتانيا مرة أخرى. الدور القادم سيكون صعبا جدا، هل أنتم جاهزون؟ نحن سنتمتع أولا بهذا الإنجاز وسنفكر في الدور القادم. حققناه حتى الآن، يعتبر إنجازا في حد ذاته. الآن خطوة الأخرى. شكرا.